الهندسة الكيميائية سراج لا ينطفئ ويبقى الأثر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل مع مادتنا الثيرموداينامك وهي المرة مع chapter 5 Mass and Energy Analysis of Control Volume. بهاي المادة راح نستخدم الأوبن سيستم. الأوبن سيستم يعني عندي ماس ان عندي ماس اوت. احنا بالكلوز سيستم شابتر 4 تقريبا كمان شابتر 3 كنا ناخذ انه النظام دائما مغلق، الكميه اللي بتدخل عندي بالبدايه هي نفس اللي بتخرج عندي، تمام؟ يعني ما في اي ماس ان، مثلا الماس ما بتزيد الماس ما بتقل، خلص سنه مثلا فات 5 كيلو طلعت 5 كيلو هي تمام، بس صار عليها تفاعلات وخلصت. هسه لا، هسه بده يصير عندي انا عندي كنترول فوليوم، عندي مثلا غرفه، هاي الغرفه بفوت عليها كميات وبطلع منها كميات، وبالتالي هون عندي ماس ان ماس اوت. طبعا مثل ما كان عندي يعني قانون حفظ الطاقه ماس ان تساوي ماس اوت، او مثلا مقدار الاكوموليشن بالسيستم هو عباره عن ماس ان ناقص ماس اوت اضيق بالانرجي، والكونزرفيشن اوف ماس نفس الشيء، طبعا هو من اهم مبادئ الطبيعه اصلا، تمام؟ طبعا تايب اوف سيستم شابتر 1 اخذنا انه كلوز سيستم واوبن سيستم وفي انزوليتد سيستم. اخذنا الكلوز سيستم نو ماس ان نو ماس اوت، تمام؟ كنا خلص نحكي انه التيرم تاع الانير اي ماس ان كنا دائما نحكي انه زيرو وبعدين بناخذه. هسه بدنا ناخذه هنا هون اوبن سيستم ذير ار ماس ان وماس اوت، تمام؟ هاي كنترول فوليوم، عندي ماس ان وعندي انرجي ان، طبعا ما فقدناها، طبعا هي في انرجي وفي ماس، اصلا الماس تنقل من بتنقل الانرجي من خلالها، تمام؟ اذا ماس بالانس از ماس ان ناقص ماس اوت شو يساوي؟ دلتا ماس للسيستم او دي ام على دي تي الاكيوميليشن اللي صارت عندي، تمام؟ اذا كان عندي اكثر من خط فايت، انا مثلا هون عندي خط واحد، افرض انه عندي خط ثاني خط ثالث، شو بتصير؟ سميشن للماس ان ناقص سميشن للماس اوت تساوي دلتا ام للسيستم او دلتا ام على دلتا دي، طبعا ام دوت، تمام؟ اخذنا كمان انواع للستيد ستيت وان ستيد ستيت. بالستيد ستيت للانرجي شو كنا نحكي؟ انه اي ان ناقص اي اوت ايكوال زيرو، هون ماس ان ناقص ماس اوت ايكوال زيرو، يعني كل شيء بفوت هو كل شيء بيطلع. انا steady state بيكون عندي accumulation دلتا ماس للسيستم. انا steady طبعا رح ناخذ اخر سكشن بهذا الشابتر انه عن الان steady state، سكشن واحد مثلا، اول الغالبيه بناخذه عن steady state طبعا بالعاده. احنا زمان كنا ناخذ انه الماس تساوي رو في الفوليوم، تمام؟ طيب افرض انه عندي انا flow rate، وبالتالي ام دوت ماس فلو ريت شو تساوي؟ رو في الفوليومتريك فلو ريت، كميه الفوليوم اللي قاعد تمشي عندي تساوي مثلا ام دوت على رو، كميه الماس اللي داخل على رو، بما انه رو بالعادل الانكمبرسبل فلويد مثلا او بالعادل بتكون هي كونستنت، تمام؟ الفوليومتريك فلو ريت بنقدر ناخذه بقانون ثاني. انا فرضا انا هاي مثلا عندي الفوليوم وفي عندي فلو ماشي، فلويد ماشي، تمام؟ الفولومتريك فلو ريت بقدر اعبر عنه انه في افريج مضروب في الاي سي. ايش معناه؟ كميه في عندي كميه قاعده بتقطع مقطع معين، تمام؟ قديش بتقطع عندي على الفوليوم؟ هي نفسها مثلا هي في افريج في الاي سي. اذا مش متاكد حتى باليونت مثلا الفولومتريك فلو ريت ايش اليونت؟ متر كيوب بير سكند. الفي افريج في الاي سي متر بير سكند في متر متر سكوير، تمام؟ هاي هي معناها مثلا انقطعت هالقد، المسافه هالقد مضروبه في الاي سي على التايم اللي قعدته اللي هي فولومتريك فلو ريت. وبالتالي بقدر اعبر عنه الام دوت هي عباره عن رو في دوت او رو في افريج اي سي، تمام؟ كونزرفيشن اوف ماس، بس بنرجع نكتبها توتال ماس انترن ذا كنترول فوليوم دورينج دلتا تي ناقص توتال ماس ليفينج ذا كنترول فوليوم دورينج دلتا تي equal net change of the mass within the control volume during delta t اذا كان عندي steady state on steady state. طيب تمام، هاي العلاقه لو نكتبها بهاي الصيغه rho v average ac in ناقص rho v average ac out تساوي دلتا ماس للسيستم على دلتا t بالفلويد. طبعا عندنا هون بالثيرمو بالعادي انه rho هي دائما constant، تمام؟ بالفلويد ماده الفلويد احنا ما راح نتطرق لها، ولكن ماده الفلويد ماس ان ناقص ماس اوت تساوي دلتا ام على دلتا تي، تمام؟ الام الشيء عباره عن رو في في، فاحيانا بناخذ حالات انه الرو متغيره واحيانا الفوليوم متغير، طبعا الثبات واحد منهن ما بنقدر انه نشتغل والثنتين متغيرات لانها بيكون شيء كثير كومبلكس، تمام؟ افرض انه كان عندي انكمبرسبل فلويد وبالتالي رو دائما كونستنت، اطلعها برا الديفرنشال هون، اطلعها وبالتالي بتصفي في افريج اي سي ان ناقص في افريج اي سي اوت تساوي دي في تغير في الفوليوم على الدي تي.
تمام. اذا كان عندي انستيد ستيت وبالتالي ما عندي اكيوميليشن بالفوليوم، طبعا مع التغير في الفوليوم مثلا زي المونتاج لما ابلش اعبي هواء واقلله، هاي مثلا اكيوميليشن بالفوليوم مثلا سواء بالانكريزنج او الديكريزنج، وبالتالي بيكون الفوليومتريك فلو ريت ان، الفلو ريت ان تساوي الفوليومتريك فلو ريت اوت. تماما. افرض انه كان عندي انستيد ستيت وبالتالي بتكون في افريج اي سي ان ناقص في افريج اي سي اوت تساوي دي في على دي تي، قل ما نستخدمها، وهي حكيت لكم اكثر شيء بالفلويد. تمام. لو ناخذ هون عندنا example 5 to 1. A garden house attached with the nozzle is used to fill 40 liter bucket. تمام. معناها انه انا عندي حنفيه وهي رابطها بربيش وبدي اعبي دلو بسع 40 لتر. تمام. The inner diameter of the house للبربيش 2 سنتيمتر، وبيحكي لك انه ضله يقل ل 0.8 سنتيمتر at the nozzle. If takes قعد 50 second, the volume and the mass flow rate of the water أو flow rate of water throughout the house. بدي volumetric flow rate والmass flow rate. طب volumetric flow rate الفوليوم كامل بدي أعبيه، بيحكي لك أنه بدي أعبي الدلو كامل وبالتالي 40 لتر على التايم قاعد 50 سكن. تمام. وبالتالي volumetric flow rate فوليوم على دلتا تي، أحيانا قواعد ثانية في average في الـ AC M dot T V dot على مضروب في الـ A في الـ raw average. تمام. الثاني بيحكي لك the average velocity of the water add the nozzle exit. انا عندي الفولومتريك فلو ريت، بما انه طبعا السيد ستيت، طبعا بدي افترضه انه السيد ستيت بالهاوس. تمام. بس عفوا بالبربيش، اما البوكت مش سيد ستيت، هو انستدي لانه تعبى وما طلع منه شيء. وبالتالي في اكزت من الهوز هو اي سي في الفي افريج للاكزت، الاي سي للافريج، اي سي للاكزت عفوا. الدايمتر القد بالعاده البرابيش بتكون مثلا دائريه. تمام. او المخرج له دائري، وبالتالي V dot exit تساوي AC V average للإكزت. AC بنطلعها by D square على بير 4، بالتالي V average exit هاي القانون. الورق راح يجيكم، بالتالي مش داعي مثلا نفصل بالأرقام، بس إنه القواعد. تمام. Section 4.5.2 flow work and the energy of the flowing fluid. تمام. هسا بيحكي لك إنه إحنا بالكلوز سيستم كنا نحكي إنه المادة اللي عندي إلها إنرجي. تمام. الإنرجي هو عبارة عن internal energy زائد الكينيتك إنرجي زائد potential energy. تمام. سرعته زائد البوتنشال اللي السرعة عفوا الكينيتك إنرجي الطاقة الحركية اللي بتعتمد على السرعة، البوتنشال إنرجي اللي بتعتمد على الموقع، والإنترنال إنرجي من كيميكال، من نيوكلير، من ليتنت إنرجي، من سلسلة إنرجي. طيب تمام. هسا بالفلو شو راح تفرق عندي؟ تمام. هسا أنا يوم بدي انقل الفلويد مثلا، هو عباره عن انه بده ينتقل. تمام. بجوز هاي شرحناها مثلا او اشتقناها من قبل، بس هسه بنرجع نشتقها. هو بده ينتقل. تمام. وبالتالي بده يبذل شغل. الشغل مش هو عباره بالفورس، الفورس مضروب في المسافه اللي بده يمشيها. الفورس عباره عن البريشر مضروب في الاريا. تمام. مضروب في ال ال اي في ال تساوي الفوليوم، وبالتالي الورك فلويد تساوي بي في بالكيلو جول. طبعا اذا بدك اياها بير ماس مشان تصير سبيسيفيك مثلا، وتتصير وورك سمول طبعا تساوي بي في سمول سبيسيفيك فوليوم. تمام. طيب هاي ايش بدي اياها؟ وبالتالي عن الانرجي بالكلوز سيستم كانت يو زائد كانت انرجي زائد بوتنشال انرجي، ولكن بالفلو سيستم ان هاي القوه الفلو هو ماشي راح يبذل لي قوه. تمام. او راح ينتج قوه، القوه المندفع فيها. اخر شيء اتفقنا انه الورك او الشغل اللي راح يجي منها هي عباره عن بي في، وبالتالي بنضيف على هاي الترمات يو زائد كاينتك انرجي زائد بوتنشال انرجي زائد ورك فلو بي في زائد يو. شو اتفقنا؟ هي انترنال انرجي. تمام. وبالتالي صارت بي في زائد يو انترنال انثالبي عفوا زائد كاينتك انرجي زائد بوتنشال انرجي. مشان بس نفرق ما بين الكلوز سيستم والاوبن سيستم بدنا نبرز لها بالرامز ثيتا. تمام. هي نفس الشيء انرجي اوف ذا سيستم. تمام. ولكن بالكلوز كانت ما في عندي فلو ورك، بالتالي بي يو زائد كانت انرجي زائد بوتنشال انرجي. ولكن بالاوبن بما انه بفلو ضفنا للترم البي في لفلو وورك، وبالتالي صارت انثالبي زائد كانت انرجي زائد بوتنشال انرجي. هاي هي نفسها، هذا الترم نفسه كامل هو انرجي ماس ان انرجي ماس اوت. هسه بدنا نصير بالاشتقاقات راح نتعامل معها. تمام. مثل ما اتفقنا انه الثيتا ذا توتال انرجي ان ذا اوبن ان اوبن سيستم فلوينج فلويد، في عندي فلوينج فلويد ثلجت. الاي the total energy in closed system ما في عندي flow، السيستم منضغط على حاله. تمام. وبالتالي اي ماس ان او اوت عباره عن ام في ثيتا. تمام. ام في انثالبي زائد في سكوير بير 2 زائد جي زد.
ريت اوف انرجي، اذا بدي اياها بالدوت، وبالتالي بدري بالام فتصير ام دوت. تمام. اكزامبل 5 تو 3 نفس المبدا، ما جبنا شيء جديد مثلا، مش غلط انه تشوفوه وتحلوه. تمام، ما بدنا نضيع وقتنا عليه، مثلا بدنا نلحق في شغلات. طيب تمام، سكشن 5 تو 3 انرجي اناليسيس اوف ستدي فلو سيستم. معنى ستدي فلو سيستم، وبالتالي ماس اكيوميليشن شو تساوي؟ زيرو. وبالتالي ام دوت ان تساوي ام دوت اوت، او ام 1 تساوي ام 2، رو في 1 اي 1 تساوي رو في 2 اي 2 اذا كان انكمبريسبل، وبالتالي رو تتشطب مثلا اذا كانت سوليد او ليكويد. ونفس الشيء الانرجي، انرجي ان ناقص انرجي اوت ايكوال زيرو. اتفقنا ان انرجي ان زمان الانرجي بتنتقل للسيستم بثلاث طرق، الهيت الورك وايش والماس. هسه بالجاي بدنا نصير ندخل الماس عندنا، كيو ان زائد ورك ان زائد اي دوت ماس ان. ايش الترم اللي عندنا؟ هيو ام في الانثالبي كاينتيك انرجي بوتنشال انرجي تساوي لي الاي اوت اللي هي كيو دبليو اي ماس اوت. تمام، ذا جنرال انرجي بالانس فور ستيدي ستيت اند اوبن سيستم. تمام، نفس الشيء اللي عندنا. طيب في بعض التبسيطات، اذا كان السيستم عندي ادياباتيك وبالتالي كيو دوت تساوي زيرو. اذا ما كان عندي مثلا اي ورك، نو شافت ورك، الكتريكال ورك، ما في عندي ورك خارجي او داخلي، ما في ورك بنبذل على النظام، ما في مثلا بي في، وبالتالي ايش مثلا راح يكون الورك؟ دبليو دوت نت اوت، وبالتالي زيرو. اذا ما في عندي تشينج فيلوسيتي كانت انرجي ايكوال زيرو، نو تشينج ان اليفيشن بوتنشال انرجي ايكوال زيرو. تمام، هسه بدنا ناخذ بعض الاجهزه سم ستيدي فلو انجينيرنج ديفايسز. تقريبا هن سبع اجهزه، كل هذول الاجهزه بتعتمد على السيدي ستيت. تمام، ان ايكوال اوت، انرجي ان ايكوال انرجي اوت، ماس ان ايكوال ماس اوت. ما في مثلا عندي اكيوميليشن بهذول الاجهزه بدي اخذهم، وبالتالي هن خلص على المطلق انهن السيدي فلو انجينيرنج ديفايسز. تمام، بدنا نستخدم من الكتاب بس زيحن بس مشان الامثله وبعض الصور بحيث انها تكون الصور ادق هيك ان شاء الله صوت ان شاء الله تكون الصوره دي. تمام، اول جهاز عندي او اول جهازين سوا بدنا ناخذهن، النزل والديفيوزر. هسا الاثنين بيعتمدن على نفس المبدا. تمام، طبعا داخلهم تقريبا ما في شيء، ما في مثلا هذاك التركيب المعقد والشفرات مثلا او والصفائح بحيث انه تكون وورك تكون هيت. هذول الجهازين كثير بسيطات، فكرتهن انه شلون المحقان تاع المي، نفس الفكره مثل الاسطوانه، من جوا ما فيها شيء ولكن المدخل اكبر من المخرج او العكس. تمام، اذا كان المدخل اكبر من المخرج بالاريا طبعا، وبالتالي يسمى نزل اللي هو طبعا بيضغط. الديفيوزر العكس، بيكون المدخل اضيق من المخرج بيسمى ديفيوزر. تمام، هسه افرض انه هسه مش انه افرض، انا عندي ستيدي ستيت. تمام، وبالتالي فولومتريك فلو ريت ان تساوي فولومتريك فلو ريت اوت. تمام، طيب اذا كانت الاريا انيشال اكبر من الاريا فاينل، وبالتالي الفيلوسيتي فاينل اكبر من الفيلوسيتي انيشال. تمام، والعكس صحيح. طبعا يستخدم جهاز النزل، طبعا يقوم برفع السرعه، رفع السرعه بيكون على حساب تخفيض الضغط. تمام، طبعا هاي بمبدا برنولي. طبعا هسه مثلا بنيجي ناخذها مثلا بمثال عملي. الديفيوزر العكس، بيعمل على زياده السرعه، بنفس الوقت شو بيعمل بالضغط؟ برفع الضغط. تمام، هاي الفكره. بدنا ناخذ مثال على واحد منهم والثاني هو العكس، فما في داعي. اير ات 10 سيليسيوس اند 80 كيلو باسكال انتر ذا ديفيوزر اوف اجت انجين ستيدلي، او حكي ستيدلي طبعا، with a velocity of 200 meter per second. The inlet area of the diffuser is 0.4 meter square. The air leaves the diffuser with the velocity that is very small compared with the inlet velocity. بيحكي لك انه غادره، طبعا هو فات على diffuser. تمام، السرعة النهائية كانت كثير قليلة، وبالتالي في تو شو مالها راح نهملها على الاطلاق. بيحكي لك determine the mass flow rate of the air and the temperature of the air leaving the diffuser. تمام، بدي ام دوت ان. تمام، او ام دوت اوت هي نفس الشيء لانه اصلا عندي ستيدلي حكالي، وبعدين بدي تمبرشر فاينل. طيب تمام، شلون بدي اجيب؟ طبعا هاي الصوره بيحكي لك انه عندك البريشر انيشال، تمبرشر انيشال، فيلوسيتي انيشال، اريا انيشال، في 2 هي مهمله طبعا،
اتفقنا. شلون بدي اوجدها؟ طبعا ام دوت شلون بدي اوجدها؟ انا عندي قانونين، انه رو فيلمتك فلوريت او رو في 1 اي 1. تمام، ايش بيناسبني اني؟ انه ام دوت تساوي رو في 1 اي 1. تمام، بس الرو انا ما بقدر اجيبها مثلا، بما انه مثلا هذا كومبرسبل، وبالتالي راح تفرق مثلا، هي ما راح تكون كونستانت. وبالتالي ايش بستخدم؟ انه الرو مثل ما اخذنا من قبل، الرو هو عباره عن ايش؟ الرو هي مقلوب الفولومتريك فلو ريت. تمام، طيب الفولومتريك فلو ريت وين بدي اوجده؟ عند الانيشيال، وبالتالي عند بريشر 80 كيلو باسكال والتمبرشر 10 سيليسيوس، بروح مثلا على تيبل اي 17، هذا التيبل خاص للاير، وبالتالي بوجد عنده ايش؟ القيم اللي بدي اياها. يعني بوجد طبعا بالبدايه ايش بوجد؟ السبيسيفيك فوليوم اللي هي عند الانيشيال، وبالتالي ام دوت تساوي في 1 اي 1 فيلوسيتي 1 اي 1 على فوليومتك فلو ريت 1. هاي اول واحد بدي اياها. طيب هسه بعدين ايش بدي اني؟ بدي التمبرشر فاينل. شلون بدي اوجد التمبرشر؟ انا بدي اجيب بروبرتي للسيستم، بعدين بدي اوجد عنده التمبرشر، صحيح؟ طيب تمام. اي ان ايكوال اي اوت، صح؟ ام دوت اتش 1 في 1 سكوير بير 2 تساوي ام دوت اتش 2 زائد في 2 سكوير بير 2. طيب ام دوت وام دوت بتروح، وبالتالي ايش بتصفي؟ اي سمول ان تساوي اي سمول اوت دوت. تمام، اتش 1 بقدر اوجدها عند نفس الشيء، عند البي 1 والتي 1 بقدر اوجدها. في 2 ما بدي اياها، ليش؟ لانه حكى لي اصلا هي نجليجبل. كيو ما عندي، وورك ما عندي، لانه ما حكى لي مثلا اي شيء. طبعا هذول اصلا ما بنستخدم عندهم اي وورك او اي شيء. بتلاقي صفحه اتش 2 تساوي اتش 1 ناقص في 2 سكوير ناقص في 1 سكوير على 2. ما تغير طبعا الارتفاع، وبالتالي هيك البوتنشال انرجي زيرو، ما في وورك ولا هيت. في 2 كمان مهمله. تمام، بتلاقي ايش صفاني بدي؟ بدي الاتش 1. طيب تمام، الاتش 1 من وين بجيبها؟ من تيبل اي 17 عند البي 1 والتي 1. تمام، وبالتالي بطلع ايش؟ شلون اتش 2؟ طبعا اتش 1 طبعا عفوا اتش 2 تساوي اتش 1 بتيبل اي 17 عند ال 283 كلفن اللي 10 سيليسيوس. طبعا بعد ما اوجد اتش 2 شو طلعت؟ 303. بروح على تيبل اي 17 عند الاتش 2، هاي القيمه كم التمبرشر تي 2؟ طبعا هون بنستخدم هاي بس تيبل اي 17، بس تيبل اي 17 الامثال بكم كانت؟ 303. تمام، 303 انا ما عندي، وبالتالي بتكون بنعمل هون ايش؟ بنعمل هون انتربوليشن، وبالتالي طلعت كم بالاخر؟ 303، هي نفس القيمه اصلا. النزل ما في داعي نسولف عنه لانه هو عكس الديفيوزر. تمام، طيب هسه جهازين مهمات شويه بناخذهم بكثره طبعا وبشكل كثير مهم بالبلاب الفلويد. اسمه توربين اند كومبريسر. طبعا تقدر تضيف الكومبريسر والبمب، هي نفسه. هسه بنحكي شو الفرق بيناتهم. مبدا التوربين يستخدم عندما يدخل، طبعا يستخدم التوربين لتوليد الطاقه. ايش؟ انا بدخل، هاي الصوره طبعا له تقريبا نفس المبدا، بس انا هون الي مدخل والي مخرج. تمام، بفوت على برشر عالي، تمبرشر كثير عاليه. ايش بيعمل فيها؟ البرشر كثير بتنخفض. طيب الانخفاض بالبرشر ايش بيولد لي بداله؟ بيولد لي انه انا قاعد بنتج وورك. تمام، وبالتالي التيرباين اصلا يستخدم التيرباين لتوليد الطاقه. دبليو دوت اوت، اذا بتتذكر مثلا تاعيت الافشنسي بشابتر 2 يوم كنا نحكي انه التيرباين قاعد بيولد الطاقة وما بيولد. تمام، التيرباين بيولد الطاقة. طب الكمبرسر لايش؟ الكمبرسر انا بدي ارفع ضغطه. انا بالتيرباين هنا اذا لاحظت بي 2 كانت 2 ميجا باسكال وقلت ل 15 كيلو باسكال، وبالتالي بس ايش كان الفرق؟ انه في عندي دبليو دوت اوت. الكمبرسر عكسه، شو الفرق؟ انا هون بدخل وورك ان، ولكن الهدف اني ارفع البرشر. تمام، شوف مثلا البرشر كان 100 كيلو باسكال صارت 600 كيلو باسكال. طب شو الفرق بين الكمبرسر والبامبس؟ الكمبرسر بكل فلويد المستخدم الغازات. تمام، البامبس بيكون الكمبرسر، عفوا الفلويد المستخدم هو السوائل. تمام، يعني مثلا اذا بدي انقل مي بستخدم بامب، اذا بدي انقل الهواء بستخدم الكمبرسر. تمام، ناخذ مثال على واحد منهم والثاني بيكون عكسه مثلا. تماما، مثلا خلص على الكمبرسر. كومبرسرينج اير باي ا كومبرسر اير ات 100 كيلو باسكال اند 280 كلفن از كومبرسد ليدلي، حكى لك كونسيدلي 2600 كيلو باسكال اند 4
100 كلفن. The mass flow rate of the air is 0.02 كيلوغرام بير سكند. And heat loss. هون حكى لك إنه في مثل زي الديفيوزر والنزل of 16 كيلو جول بير كيلوغرام during the process, assuming the change in the kinetic and potential energy are negligible, determine the necessary power input to the compressor. تمام؟ اللي هي الwork in. طيب الwork in منين بدي أجيبها؟ بكل بساطة إيش بستخدم؟ قانون حفظ الطاقة E in ناقص E out تساوي zero لأنه steady. تمام؟ أصلاً راح يكون عندي أنا WN. بنيجي عليها إيش الترمات اللي عندي؟ WN QN و M dot في ثيتا. تمام؟ اللي هي E mass N. طيب أنا دخل عندي QN عفواً WN خرج من عندي حكالي إنه هون heat losses Q out M dot H1 وعلى الطرف الثاني M dot H2. ليش؟ لأن الكاينتك والبوتنشال اتفقنا إنه نصفر أو هو حكالي إنه فرضنا إنه نصفر. تمام؟ طبعا اذا ما حكى لي اصلا وما كان في اي دليل بنحطها اصلا صفر تلقائيا وبالتالي صارت w dot n تساوي m dot q out بما انه اصلا حكى لي اياها كيلو جول بير كيلوغرام يعني سمول زائد m dot h2 ناقص h1. شلون بدي اوجد h2 h1؟ انا عندي هون 100 كيلو باسكال 200 كلفن عندي بروبرتي 600 كيلو باسكال 400 كلفن بروح على تيبل A17 مباشر على التيبل المعروف اللي دائما نعرفه وبوجد من عنده H1 و H2 وبالتالي صارت الـ M.N هي معروفة بكل بساطة. ثالث أو خامس جهاز عندنا throttling valve. throttling valve زي مش الحنفية زي السدادة. تمام؟ إنه أنا بكون مثلا عندي فلويد ماشي أنا بوقفه هون. هاي الصورة أوضح طبعا. أنا بوقفه هون. طيب يوم أوقفه الفلوسيتي ما راح تتغير تمام؟ يعني مثلا آخر نقطة للفلوسيتي كان إلها سرعة وأول نقطة طلعت بعد ما قبل ما اسكر وبالتالي هي نفسها الفلوسيتي ما راح تتغير البوتنشال انرجي ما راح يتغير وبالتالي ايش اللي راح يتغير الترمات اللي عندنا تاعيه الثيتا. تمام؟ هاي اللي راح تتغير فعليا. طيب بس لو نجي نشتقها مش هي هسه كانت اس كيو ان زائد دبليو نرجع للصفحه اللي عندنا زائد دبليو ان زائد اي ثيتا. تمام؟ تساوي طبعا ان تساوي كيو اوت زائد ورك اوت زائد اي ثيتا اوت. تمام؟ فعليا انا ما هاي الشكل طبعا فعليا انا ما صار عندي اي كيو لوسز او اي كيو او اي كيو جين ونفس الشيء الورك ما بذلت ولا اخذت طاقه وبالتالي صفت اي ان اي ماس ان تساوي اي ماس اوت. تمام؟ عفوا ام تل اي ماس ان تساوي اي ماس اوت. طيب الماس ان والماس اوت شو قانونهن؟ انثالبي خلاص الام مع الام بتروح انثالبي زائد كاينتك انرجي زائد بوتنشال انرجي. تمام؟ تساوي انثالبي اي 1 1 انثالبي 2 زائد كاينتك انرجي 1 2 عفوا زائد بوتنشال انرجي 2. تمام؟ ما صار عندي اختلاف بالبوتنشال والكاينتك نفسها وبالتالي صفت انها اتش 1 تساوي اتش 2. طيب بعد شو اهميه هذا الجهاز؟ H1 هي عبارة عن إيش؟ U1 زائد P1V1. تمام؟ تساوي U2 زائد P2V2. طيب بعد شو فايدته؟ بيحكي لك كون إنه هي ماشية أنا عندي هذا الجهاز وهي مثلاً الثروتلينج هاي النقطة الأولى هاي النقطة الثانية أنا الفلود يوم وصل لهون ويوم وصل لهون شو فرق؟ في أنا عندي work flow. تمام؟ في عندي فرق بالمساعة وبالتالي PV للأولى تفرق عن PV للثانية وبالتالي بالعادل P2V2 أكبر من P1V1. طيب هذا الكبر من أين إجا؟ إجا لأن الانترنال إنرجي قلت. تمام؟ هاي الفكرة هاي اللي بدنا نوصلك إياه. مثلا الانترنال إنرجي بتقل والإنيشيال والفاينل عفوا الانترنال إنرجي للإنيشيال بتكون أعلى من الفاينل. طيب هذا الانخفاض شو قابله؟ إنه الورك فلو هو اللي عليه. تمام؟ هاي الفكرة اللي عنده. بناخذ مثال عليه ان شاء الله تكون وسطه. طبعا بناخذ مثال عليه او مثال يعني مثلا كثير راح يكون واضح. ريفريجيرانت سائل التبريد 134 انتاز كابيلر تيوب اوف ذا ريفريجيريتر از ساتوريتد ليكويد. حكى لي انه ساتوريتد ليكويد و 0.8 ميجا باسكال وبالتالي بقدر استخدمه هسه بقدر استخدم التيبلز اللي عندي تيبلز 11 اند از تروتد to a pressure of 0.12 ميجا باسكال. لاحظنا انه من 80% ل 12% انخفض. Determine the quality of the refrigerant. الكويتي اللي بتتذكرها هي الاكس اخذناها بشابتر 3
حلينا عليها بشابتر 4. شو بيحكي لك؟ بدي الاكسني تمام؟ شلون بدي اوجدها؟ بدي استخدم القاعده اللي عندي اللي هي H1 تساوي H2. بعد ما اوجد بعد ما استخدم الانرجي بالانس راح اطلع انه ايش؟ انثالبي ان تساوي انثالبي اوت تمام؟ الانثالبي هي عباره عن U1 زائد PV تساوي U2 تساوي PV تمام؟ تمام. الانثالبي ان شو تساوي؟ او شلون بدي اوجدها؟ انا عندي P1 وعندي ساتوريتد ليكويد وبالتالي H1 شو تساوي؟ هي ال HF at 0.8 ميجا باسكال من تيبلز 12 تمام. طبعا التمبرشر بتكون تي ساتوريتد. هسا انا بس قللت البرشر تمام، انا بس قللت البرشر اذا بتتذكر شو راح يتحول؟ راح يتحول من الليكويد اصلا بالعاده راح يتحول من الليكويد للفيبر وبالتالي راح يتشكل عندي فيبر. يعني مثلا هذا الشيء اللي عندي هو كان هون، بعد ما خفضت الضغط يعني طلع لفوق وبالتالي راح يجي لهون تمام. مثلا محتمل انه يصير هون وبالتالي انا ليش بدي اكس هاي اخذناها بشابتر 3. طيب بعد ما صارت وبالتالي شلون بدي اوجد القواعد تاعتها شلون بدي اوجد التكمله تاعتها؟ انا عندي B2.12 ميجا باسكال، H2 هي نفسها H1 وبالتالي بروح على التيبل نفسه A12 وبحكي انه ال H1 او ال H2 بالنسبة للبرشر الجديد طب كانت HF تساوي 22.49 أجي 236 H1 كانت 95 وبالتالي هي بالنص وبالتالي ايش عندي يعني كواليتي بالتالي ايش عندي فيبر اللي كنت سوا X2 تساوي H2 ناقص HF على HFG تمام؟ طبعا من القانون اللي عندنا دلتا تي بتقدر تجيب هون التيسات طبعا هون من المطلوب الثاني الجهاز الجديد اللي عندنا اللي هو الميكسينج تشامبر ايش بيحكي لك؟ مثل خلاط المية هو بيستخدم. خلاط المية مش انت بتكون عندك مثلا حنفية بارد هون هوت هون كولد صح؟ انت بتخلطهن سوا وتطلع عندك المصدر من هون صح؟ وبالتالي انت عندك مصدر الاول والمصدر الثاني وطلع عندك ايش؟ المصدر اوت وبالتالي هاي N1 N2 وهون N3 تمام. هاي الفكره هي الميكسينج تشامبر بس مش اكثر. بس انه بيخلط خطين وبيطلع لك خط جديد مثل هون هوت كولد وبيطلع لك خط جديد طبعا تي البو. طبعا كمان بناخذ بلاب الفلويد كونسيدر ان اوردينال شاور وير هوت ووتر دخل عندك اول هوت عند 60 سيليسيوس M.1 الثاني عند 10 سيليسيوس صار الكولد M.2 وطلع عندك عند 45 سيليسيوس M.3 determine the ratio of the mass flow rate of the hot to cold يعني M.1 على M.2 assume the heat loss from the mixing chamber to be negligible and the mixing to take place at the pressure وبالتالي pressure كان ثابت إلين كليات تمام. M.N ناقص M.out تساوي DM على DT هي steadily اتفقنا من زمان. طيب M.N شو تساوي؟ M1 زائد M2 M.out هي M3 لحالها تمام. هل بدي اياها انرجي بالانس E.N ناقص E.out تساوي 0 E.N ما عندي NQ ما عندي work تمام ما كان عندي heat losses او heat gain ما عندي work ما عندي تغير بالpotential energy بالkinetic energy وبالتالي راح تصفى بس انها التغيرات بالايش بالانثالبي بالتالي M.1 انثالبي 1 زائد M.2 انثالبي 2 تساوي M.3 انثالبي 3 H1 H2 H3 منين بجيبهن؟ كل واحد من خصائصها. ليش؟ لانه اصلا انا معي التمبرشر لكل واحد منهن وكلهن عند 150 كيلو باسكال وبالتالي بروح على التيبلز تاعاتي تيبلز تيبل A4 A5 وبجيب H1 H2 H3. طيب بس مشان اوجد المعادله M.3 انا ما بدي اياها هاي الميكسينج انا ما بدي اياها اصلا وبالتالي ايش بعوض بدلها M.1 زائد M.2 وبتصفى عند المعادله زي تمام بس مش اكثر يعني اللي بدي اياها طبعا M.1 على M.2 الهوت تو كولد تطلع بالاخر 2.33 لانه فاتت بشكل اكبر تمام. الجهاز اللي عندنا اللي هو الهيت اكسشينجر مبدا عمله انه انا بفوت مبدا عمل الهيت اكسشينجر انه انا مثلا بكون عندي جهاز تمام بدي اعمل له تبريد تمام مثلا هذا عندي على 100 سيليسيوس انا بدي اطلعه على 20 سيليسيوس شلون بدي اطلعه؟ بفوت فلويد ثاني يكون كولد بحيث انه يطلع لي اياه، مثلا بفوت فلويد على درجة حرارة كثير قليلة بحيث انه
تمام، على فرضا مثلا على 5 سيليسيوس، وبطلع هون على فرضا كم؟ 20 سيليسيوس على فرضا، او مثلا 15 سيليسيوس، مش فرق كثير حسب الكميه طبعا. تمام، انا هون فوتته على 100 ل 20. شو اللي صار؟ انه ابو ال 100 نقل لي كيو، تمام؟ ابو ال 100 خسر هيت لوسز، تمام؟ وابو ال 5 كسب، هذا خسر وهذا وين؟ صارت هيت جين، كيو جين، تمام؟ النظام كامل كيو نت ايكوال زيرو للنظام كامل، ولكن كيو لوس للهوت تساوي كيو جين للكول، تمام؟ هاي هي الفكره، انه الهوت بيخسر ومين اللي بيكسبه؟ الجين. طبعا هو بيكون نظام انزوليتد طبعا بشكل عام، مثلا بيكون انزوليتد مثلا زي هيك، بحيث انه الحامي بيخسر طاقة، عفوا بيخسر هيت، لمين؟ للبارد. طبعا ما بيروح لبرا مثلا، او ما بيروح للغريب. هاي الفكرة اللي عندنا. مثل ايه؟ مثلا refrigerant 134 is to be cooled by water in the condenser. The refrigerant enters a condenser with the mass flow rate 6 kg per minute at 1 megapascal and 70 celsius and leaves. طبعا هذا من 70 ل 35. The cooling water شلون بدي برده؟ فوت انا مي بارده على 15 سيليسيوس 300 كيلو باسكال، طلعت عندي عند 15 عند 25 سيليسيوس. والبرشر نفسه طبعا نيجليكتد اني برشر دروبز ديترماين ذا ماس فلو ريت اوف ذا كولينج ووتر ريكوايرد، تمام؟ وبالتالي انا بدي ام دوت 1 ذا هيت ترانسفير ريت فروم ذا ريفرجنت تو ذا ووتر. هي اكيد طبعا الكيو للسيستم كامل زيرو، ولكن لو واحد منهم شو ماله؟ يعني اللي خسروا الاول كسبوا الثاني، وبالتالي لو اخذ مثلا بدي اعمل بالانس بس للووتر، الكيو اللي راح تكون عندي هي نفس الكيو اللي اللوسز من الريفرجنت، تمام؟ هسه ام دوت ان للووتر تساوي ام دوت اوت للووتر، ام دوت ان للريفرجرنت تساوي ام دوت اوت للريفرجرنت، تمام؟ وبالتالي البالانس للماس لكل واحد منهم هي نفسها. طيب الاي دوت ان ناقص اي دوت اوت شو تساوي؟ زيرو. اي دوت ان تساوي اي دوت اوت، كيو للسيستم كامل زيرو، اتفقنا. وورك ما كان عندي بوتنشال انرجي، وكان انرجي زيرو زيرو، وبالتالي ام دوت 1 اتش 1 زائد ام دوت 3 اتش 3 اللي هي طبعا 1 و 2 للووتر، صح؟ 1 و 2 للووتر، عفوا 1 و 2 للووتر، 3 و 4 للريفرجرنت، وبالتالي بتصير عندي ام 1 وام 2 هي نفسها، تمام؟ وبالتالي انا بدمجهم مع سوا بسميها ام دوت ووتر. ام 3 وام 4 هي نفسها بسميها للووتر. طيب اتش 1 واتش 2 واتش 4 واتش 3 منين بوجدهن؟ من التيبلز اللي عندي، من صفه ام دوت ووتر ام ريفرجرنت. ريفرجرنت هي المجهولات، تمام؟ طيب شلون بدي اوجدهن هسه؟ شلون بدي اوجدهن؟ اني الام دوت للريفرجرنت اعطاني اياه بالسؤال، تمام؟ طيب بيحكي لي انه انتر ذا كونتينر وذ ذا ماس فلو ريت اوف 6 كيلوغرام بير مينت، وبالتالي من صفه عندي ام دوت ووتر هي المجهوله. بعمل الفرع الثاني مشان احدد الكيو، اما كيو لوسز او كيو جين. شلون بدي اعملها؟ بعمل بالانس لواحد منهم، تمام؟ بالتالي مثلا بدي اعمل بالانس للووتر، وبالتالي كيو دوت كيو ووتر ان زائد ام دوت ووتر اتش 1 تساوي ام دوت ووتر اتش 2. الفرق بينهم عباره عن ايش؟ عن الكيو، فرق فيه، تمام؟ بايب اند دكت. شو معنى هذا الاشي؟ تمام، هسه انا لو عندي سورس خزان المي اللي عندنا، تمام، بدي انقل لايش؟ للمغسله اللي عندنا هون مثلا بالدار، وفي واحد قاعد بيغسل عليها. طريقه النقل او الشغلات اللي بنقل فيها اسم بايب، اذا بيكون مثلا على هذا الشكل اسطواني، عفوا بيكون بالضبط اسطواني، هذا اسمه بايب. دكت ايش؟ دكت بيكون مضلع، تمام؟ بس هاي الفرق بيناتهم. بيحكي لك انه احيانا بقدر انه ادخل مثلا مروحه بالنص، بقدر ادخل مثلا الكتريكال وورك بالنص، وهي نفس الشيء، ما في داعي نحل عليها، يعني هي الامور بسيطه، بس مثلا بندخل عندنا وورك ان وورك ان مثلا، هاي بكل بساطه. اخر سكشن عندنا بهذا الشابتر هو الانستدي فلو، تمام؟ انستدي فلو. شو الجديد اللي عندنا؟ هسه انا عندي ام دوت ان ناقص ام دوت اوت ايكوال زيرو بالستدي. بالانستدي شو صارت عندنا؟ دلتا ام. شو بحكي؟ انه هي ام 2 ناقص ام 1 للكنترول فوليوم، يعني ام دوت ان هي الانلت، ام دوت اوت اوتلت، ام 2 فاينل ستيت للسيستم، ام 1 انيشال ستيت للسيستم. طيب على الانرجي بالانس شلون بتصير شكلها؟ كيو ان زائد ورك ان زائد
summation m theta او e mass in ناقص q out work out summation e mass out equal m2 e2 ناقص m1 e1. هاي بكل بساطة. او energy capital مثلا ناقص energy capital. بناخذ مثال عليه. طبعا هاي بس مبدأها uniform flow process احيانا تسمى الانستدي او transient process. شو مبدأها؟ على فرضا بدي اني عندي خزان وبدي اعبي charging a rigid tank by steam. خزان بدي ادخل عليه. بيحكي لك a rigid tank الفوليوم كونستانت انزوليتد تانك ارجد انزوليتد تانك ذات از انيشيال ايفاكويتد. شو معنى ايفاكويتد؟ وبالتالي كان مفرغ. ام انيشيال كم؟ زيرو او عفوا ام 1 زيرو. ثروت ذا فالف تو ا سبلاي لاين ذات كارز ستيم ات 1 ميجا باسكال. وبالتالي انا بدي اجيب ستيم بدي ادخله على هذا التانك. البريشر البدايه له 1 ميجا باسكال و300 سي دي سي. تمام. الستيم طبعا ووتر طبعا هو سوبر هيتد راح يكون عندي. Now the valve is open. وبالتالي هذا الستيم هو عبارة عن M initial. Now the valve is opened and the steam is allowed to flow slowly into the tank until the pressure reach 1 ميجا باسكال. البرشر النهائي للسيستم اللي كان evacuated بالبداية شو صار؟ 1 ميجا باسكال. At which point the valve is closed. بس خلص صار 1 ميجا باسكال سكرته. تمام. Determine the final temperature of the steam in the tank. طيب تمام. هسا التانك هذا قاعد بطلع عندي إشي؟ لا هو بس قاعد بيدخل عليه. وبالتالي M initial موجودة. M final موجودة؟ لا. M1 initial كان في إشي؟ لا كان evacuated. طب M final M2 عندي M2. Kinetic energy ما تحركش. Potential energy ما صار عليه إشي. Work in Q out كان أصلا insulated من البداية حكى له. وبالتالي كله هذا zero. طيب شلون مبدأ حله؟ طيب هسا الماس بالانس ام دوت ان ناقص ام دوت اوت تساوي ام 2 ناقص ام 1. هذا طبعا للفلو هذا للسيستم بروس. ام دوت اوت زيرو ام 1 ما كان عندي باكويتد. وبالتالي ام ان تساوي ام 2 كل شيء دخل هو المجموعه النهائيه للسيستم. تمام. انرجي بالانس كيو وورك ما كان عندي كيو وورك ما كان عندي لا ان ولا اوت. تمام. الاوت اصلا ما كانش عندي ولا شيء ما طلع عندي من النظام. وبالتالي الرايت هاند سايد هو عباره بس عن السميشن ام ثيتا اي ماس ان بس هو تساوي ام 2 اي 2 ام انيشال ثيتا انيشال تساوي ام 2 اي 2. تمام. هون كلوز سيستم هون اوبن سيستم ام 2 اي وام ان زيرو. تمام. طيب ثيتا هي عباره عن ايش اذا بتتذكر القانون؟ هي عباره انثالبي زائد بوتنشال انرجي زائد كاينتيك انرجي. اليو هي عباره عفوا تمام. والاي هي عباره عن يو زائد بي في زائد عفوا زائد كانت كنير زائد بي اي. وبالتالي صفت الانثالبي ان تساوي اي 2. تمام. بس هاي اللي عندي انثالبي ان كيف اوجدها؟ انا كان عندي البريشر البدائي وكان عندي التمبريشر البدائيه. وبالتالي بجيب انثالبي ان شو تساوي؟ اي 2. كل بساطه صار عندي اي 2 كان عندي بريشر وكان عندي بريشر لانه حكى لي انه وصل 1 ميجا باسكال. شو بقدر اطلع هسه؟ التمبريشر فاينل. بروح على اي جدول عندي على اي تيبل مثلا بروح على تيبل اي 6 تاع السوبر هيتد عند 1 ميجا باسكال اي 2 كم تطلع؟ راح تطلع اقل طبعا. وبالتالي تي 2 بتطلع عند هاي القيمه بكل بساطه. بنعمل انتربوليشن بنعملش ولكن هاي القيمه. يعني فكره الانستدي انه دخل النظام ولكن ضله محصور ما داخله. هيك بنكون انهينا هذا التشابتر. طبعا هو من التشابتر المهمه لقسم الميكانيك صراحه لانه كثير بيهتموا مثلا بالتيربان والكمبريسر والادوات. طبعا سكشن 5 to 4 كان كثير مهم. مثلا لاحظنا مثلا كيف انه التيرباين والديفيوزر والنوزل والكمبريسر والبامب والهيت اكسشينجر والميكسينج تشامبر كثير كان مثلا في شغلات نهتم فيها مثلا للهندسه اللي قدام لانه اصلا اي عمليه واي يونت اوبريتر بدنا نستخدم ديفايس مشان ننجزها. بالتالي هذا التشابتر يعتبر مهم من الناحيه العمليه. ان شاء الله الورق راح يصلكم وان شاء الله ما تكونوا استصعبتوا اي شيء ويكون الشرح واضح. الله يعطيكم الف عافيه والسلام عليكم.